استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم المطران نيفون سيقيلي ممثل بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى روسيا الاتحادية. خلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بالمطران نيفون سيقيلي مؤكدا أن مملكة البحرين وفي ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظها الله ورعاه تلتزم بسياستها في التواصل البناء مع دول العالم، وتعتز بدورها ومبادراتها الرامية لترسيخ التعايش والحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب والأديان، إدراكا منها لأهمية هذه القيم كركائز أساسية ولازمة للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التنمية والتقدم. من جانبه أشاد المطران نيفون سيقيلي بمملكة البحرين كنموذج رائد في التنوع الديني واحترام الحقوق والحريات، معبرا عن عميق تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز التقارب بين الحضارات والثقافات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.